وخوتي انا ما كنت موحد موجودتهم، دائما احنا في حنان. اليوم رانا مع الشباب هذو، شباب جزائري في بريطانيا، داروا شركة صغيرة خاصة بالاتصالات سموها صحراء كومز، يعني معروفة. على كل حال يعني شباب طموح، نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. وهذا المنتوج موجه للجزائريين وباقي او غير الجزائريين، لكن موجه الى السوق الجزائرية. هذا هو نتكلم مع اخونا فوزي. السلام عليكم خويا فوزي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته خويا صلاح، مرحبا بك عندنا خويا، مرحبا بالجزائريين اللي عندهم عدة أسئلة بالنسبة للشركة هذه. رانا هنا اليوم باش نجاوبوا على الأسئلة تاعهم والاستفسارات تاعهم. أنا بصفتي مدير التسويق والبيع والعلاقات الخارجية تاع الشركة، الأسئلة اللي كانت الجالية الجزائرية تطرحها بكثير على البطاقة هذه اللي خرجناها في السوق البريطانية. البطاقة هذه اللي شافوها بديناها للناس باطل اسما باش يسيوها، راهي فيها 1 باوند، من البطاقة اللي راح تكون في السوق هي بخمسة باوند للزبون الجزائري اللي راح يشريها ان شاء الله. وفهمنا الجالية الجزائرية البطاقة هذه بالأسعار تاعها اللي تكون أحسن أسعار لتنافس الكارت الأخرين اسمها اللي راهم البيع تاع البطاقات هذو تاع التليكومينيكيشن. خويا صالح، أنا ماذا بيا الأسئلة يجوا من عندك، خاش أنت راك في اتصال مباشر مع الجالية تاعنا بالبريطانيا وقالوا لنا على الخبرة تاعك وقالوا لنا لأنك قريب لهم. احنا سمعنا لهم ونزيدوا نسمعوا من عندك إن شاء الله، وحنجاوبوا على الأسئلة اللي طرحوهم لنا وطرحوهم ليك باش نشملوا كل شيء ونجاوبوا على كل تساؤلات باش كل شيء تكون بشفافية بإذن الله. أعطيك الصحة أخي. السؤال تاعي الآن هو كيف جاتكم فكرة إنشاء هذه الشركة أو هذه فيما يخص البطاقات؟ الفكرة من الأول كانت أنا جاني اتصال من أخ عادل اللي هو يعمل بالشركة تاع تيلينور، شركة سويدية. هو عمل عندهم لمدة 5 سنوات وكان عنده اتصال مع الجالية الجزائرية هنا، يعني يتكلم معهم كل يوم وكان يقولوا له ويردوا علاش الجاليات الأخرى اللي راهي ببريطانيا عندهم. بمناسبة نوقفك هنا، الأخ عادل هو عضو بالشركة معكم ولا مدير؟ نعم، هو المدير، هو المدير الحالي للمشروع هذا اللي، وفي نفس الوقت يشتغل مع شركة سويدية. بارك الله فيك الأخ صالح. هو المدير المشروع هذا اللي بديناه إن شاء الله الجالية الجزائرية، وراح يكون عنده توسع إن شاء الله كبير ويكون فيها يعني كما نقولوا طموحات كبيرة إن شاء الله. الأخ عادل هو اللي اتصل بي خاطش هو شاف استحق من عندي الاكسبيرينس تاعي اللي في مجال التسويق والبيع. قالوا له على البطاقة الجزائريين، قالوا له باللي الأسعار اللي هي بالسوق البريطانية ما تقرش مع الجزائريين، ما ساعدتهمش في الكوميونيكيشن تاعهم، ما ساعدتهمش في الاتصال يعني بالاسعار هذيك، ما ساعدتهمش يعني في ميدان الغش ثانيك اللي يعطولهم دي بروميس، يعطولهم وعود في الكوميونيكيشن. قال عندك نسبه من الدقائق وما عندك، هو معاه يهدر يلقى نسبه اخرى من الدقائق، فهمي عليها. دوكا هو درس كاع الايجابيات والسلبيات، ايجابيات وسلبيات، وشاف معايا وشاف مع ناس واحد اخرين باش نخرجوا تخرج لاكارت هذه اللي تساعد الجزائريين ويكون فيها اسعار منافسه وتكون اسعار خاصه بالجزائريين، لانه الجزائري لما يتكلم بها هذه تساعده خير من الكارت الاخرين اللي راهم في المارشي. كما تعلم ان المنافسه هنا عندكم منافس عنيد خاص من الاسيويين هنا، الهنود والسريلانكيين الى اخره، يعني وجدت روحكم لهذا المنافسه؟ اخ صالح بارك الله فيك على السؤال هذا تاع المتعلق بالمنافسه. احنا باش نقول لك بلي المنافسه هذه ما دخلناش خاطش على بالنا واش من البرودكت اللي خرجناه في الماركت قادر ينافس اي بطاقه موجوده في الماركت هذه. كمثال باش نفهم بها الجزائريين واش راه عندنا، شفنا باللي توك هوم هذه يستعملوها بزاف الجزائريين، هذه هي البطاقه اللي كانت وحده من البطاقات اللي الجزائريين يستعملوها بزاف. باش نفهم الجزائريين باللي هذه البطاقه ما تنجمش تنافسنا ولا البطاقات الاخرى، راح نقارن الاسعار حاجه الاولى، لانه احنا لاند لاين نحسبوها فور بيبرك
عندك الاخر، وهما كل موبايلز يعني تاع الجيزي نجمه ولا موبيليس يحسبوها ب 26 بينزا 26 بي. حنايا موبيليس درناها ب 16 بي، سما عندك 10 بي راح تربحهم. زدت الحق جيزي عندك 20 بي برك راك فاهم، هما يحسبوها 26، نجمه نحسبوها ب 24، هما يحسبوها دائما ب 26. نجمه علاش حسبت ب 24؟ احنا حاولنا نزيدو نقصو بصح هي اللي فرضت الاسعار هادو، عملنا الواجب تاعنا وعملنا المستحيل باش نزيدو نهبطو، واللي خدرنا عليه 24، وهذا 24 بي راه احسن من المنافسه. سما الاخ صالح باش نفهمك باللي ما كاين حتى منافسه حيما ننافس هذه الكارت في الاسعار، هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه كما نعرفوا بلي توك هوم والكارت الاخرين هادو اللي راهم في الماركت يشارجيوك كما يقولوا ب 12 دقيقه، كل مرة تعيط تعيط 4 دقائق و 30 ثانية هما يشارجيوك 12 دقيقة، سما تعيط 13 دقيقة يشارجيوك 24. حنا الكارت الجزائرية هادية انت حبس في الدقيقة الرابعة، حبس في الدقيقة العاشرة، وين حبست الدقيقة اللي حبست فيها الكارتة هادي الكومينيكيشن تاعك تحبس تم. وبزيادة كي جبدها غدوة من داك ولا جبدها ابري مع باش بعد اسبوع تلقى نفس الرصيد اللي خليته من قبل تلقاه في الكارت هذا. نرجعوا لهذا البطاقه تاعك. انا الناس اشتكوا لي قال لك اللاند لاين، الناس هذو نتاع وزعتها في مناطق كيما فانزبري بارك بارك الله فيك. الناس قالوا لي تلاقيت مع الناس صحاب المحلات وجزائريين قالوا لي باللي اللاند لاين ما فيهاش مشكله بارك الله فيك، لكن راه عندهم مشكله مع الموبايل موبايل نيتورك تو الجزائر بارك الله فيك. قالوا مشكله يعني، واش الجواب لهذ الناس اللي يسقسوك الاسئله هذو؟ انا واش حابين نقول لهم الناس هذو دوكا، احنا كنا في البلاد كي تعيط لصاحبك تعيط له من الجيزي لجيزي ولا تعيط له من جبل جبل عندك انقطاعات مع المنافسه الشرسه من هذا الناس اللي هنا في بريطانيا. وانت تعرف في بريطانيا فيها كما يقولوا ارض الفرص عاصمه المال والاعمال، ما هي الصعوبات اللي راكم وجدتوها في هذا الميدان يعني تاع الاتصالات؟ والله اخ صالح كاين صعوبات اللي نجمون يعني ما عندناش مشكل حنايا اللي نقابلوها لان من صعوبات السوق البريطانيه، وعندنا الصعوبات يعني الصعوبه الكبيره اللي وجدناها هي اللي اعطيك مثال، عندنا اسبوع بعد عمليه توزيع البطاقات هادو رحنا لهادو اللي طابل يعني اللي بيعوا هادو البطاقات بعد ما وزعنا لهم وقلنا لهم هذا فيما يخص عندك مشكله في الماركتين. عندي مشكله مع الناس اللي تبيع فيها، ماشي مع الجاليه الجزائريه اللي يتبيع فيها، مي مع هادو كيما نقولوا الهنودا والباكستانيين، لانه هادو العباد رحنا ليهم بعثنا لهم واحد بصفته كانه ما يعملش مع الشركه تاعنا بصفته زبون يعني اندر كوفر، راح قال له اعطي لي ذا بيست كارت يعني احسن بطاقه عندك اللي نعيط بها الجزائر. هذاك الهندي اعطالو بطاقه تاع توك هوم، قال له هذه احسن بطاقه. الاخر واش قال له اللي يخدم على اللي ما الشخص قال له سمعت على واحد البطاقه خرجت في السوق دروك وفيها احسن مكالمه يعني في الدقائق وكل شيء اوبشنات. هذاك الهندي مازال في الفكره تاعو قال له ما تعبت سمع لهمش، ما كاش بطاقه اخرى من توك هوم بصح هذا يعاونكم اكثر باه تبذلوا مجهود اكثر باه تقنعوا الناس انكم انتم الافضل. بارك الله فيك، حنا رانا مقنعين الناس الحمد لله. المشكل هادو الناس اللي ما حبوش يبيعوا راهم يعطوا البطاقه، اسم الجزائري كي يروح لازم يحوس على البطاقه. وعلاش؟ لانه هذاك الهندي ما حش يعطيها له، راهي عنده هو في الطابله تاعو بصح ما يعطيهالوش، لانه هذاك الهندي هذيك لا كومباني سما اللي عطات له كارطات كيما تاع توك هوم ولا لايكا ولا ليبارا يخلصوه باش يكذب، يخلصوه باش يبيع البطاقه تاعهم خير من البطاقه تاعنا، ويعطوا له على الطابله تاعو يزوقوا له الطابله تاعو ويزيد يعطوا له الدراهم راك فاهم. هو على جال هذا الشيء حاجه الاولى يدير المستحيل تاعو باش يبيع البطاقه تاعهم لانه عنده مدخول معاهم، والحاجه الثانيه عنده المارجن سما الفائده في البطاقه تاعهم احسن في البطاقه تاعنا. علاش؟ هو هذوك لايكا موبايل الاخر يعطوا له 1 باوند البطاقه، عنده فايده معاهم 1 باوند يدي مع الزبون فهمني. حنا يعطينا له غير 20 بي، حنا الباقي هذوك زدناهم المكالمات الجزائريه، انا ماذا بيا الجزائري يستفاد فيها في المكالمات تاعو ما نعطيهالوش ليه، هو يدير بها الماركتينغ ويستفاد بها هو ويخلي الزبون انايا يهدر لس يهدر بالكور تاعو ناقصين ويزيد يكذب عليه في المينيت اللي فيهم.
فهم. بصح كاين حاجه دوك هذا اللي يبيع لك كارطه 20 بنس بالنسبه ليه ما تكفيش بالك. هو انا بصفتي دارس تسويق ودارس تجاره ودارس الاخر. التجاره عمرها ما كانت تخدم غير البائع، التجاره تخدم البائع والزبون. انت تستفاد وانا نستفاد، راك فاهم؟ ولا استفدت غير انا كبائع وانت كزبون ما استفدتش، ما درنا والو. هذه ما تسماش تجاره، تسمات ليسكروكي، تسمى سرقه. الناس راهي تنهب، هذا واش نفهم؟ علاش حنا خرجنا بالبطاقه هذه؟ كشفنا الجاليه الجزائريه راضيه والناس راهي كما يقولوا متهليه فيها هنايا، ما نخرجوش بالبطاقه هذه. الحمد لله كنكونوا مكفيين هما. يعني هذا البطاقه موجهه للجاليه الجزائريه. بارك الله فيك. الجاليه الجزائريه الله في عدد كبير ان شاء الله. بارك الله فيك. هي مخصصه للجاليه الجزائريه بالمرتبه الاولى، في المرتبه الاولى. نتمنى ان شاء الله اذا انتم تكسبوا ثقه المواطن الجزائري وابناء الجاليه هنا يعاونوكم في البطاقه هذه. بارك الله فيك. انا بصفتي ممثل هذه الشركه انا ما همنيش ما واش كما يقولوا الشركه هذه واش تكون، همني بلوس اكثر والاخلاص في العمل. بارك الله فيك. همني اكثر البطاقه هذه اللي راح تفيد الجزائريين. سما هما نهار اقترحوا عليا، انا نهار رحت هضرت معاهم حتى فهمت واش فيها البطاقه هذه، حتى فهمت واش تنجم توفر للجزائريين واش تنجم تعطي لهم مقارنه بالمنافسه. الزبون الجزائري قال مشكله في البطاقه هذه لمن يعيط عندكم سبورت؟ هو هنايا عندنا كاستمر سيرفيس نمبر. يس. اللي هو هذا التليفون يرد على اي وقت. هذا يرد اي وقت. راك فاهم؟ يرد اي وقت واي استفسار، وما كما نقولوا الناس اللي راح ترد عليه راهي فاهمه بالتفصيل البطاقه هذه واش فيها واش لازم عليها وكيفاش تسير البطاقه هذه. مام حتى انايا راني قريب من الزبون الجزائري، وين نروح راني نوزع الكارت تاعي باش يكونوا في الاتصال. قضية أخرى إن شاء الله شغل مدبيا نوضحها الجزائريين ونقولها لهم اللي رانا عندنا مشكل فيها واللي رانا نتعاملوا بها. الله يستركم. يعني الناس اللي راهي تعيط، احنا في الكاستمر سيرفيس كاين أخوات يعني نساء جزائريات اللي عطينا لهم مناصب شغل، اللي هما اللي راهم يجاوبوا على الزبائن تاع المكالمات الجزائر تاع الجزائريين والاسئله تاعهم. رانا نستقبلوا مكالمات والناس تهدر كلام فاحش وتهدر كلام خارج عن الموضوع. يا خويا حرام عليكم، خاطرش هادو النساء راهم كما يقولوا زوجات جزائريين كيما انتوما ولا اخوات جزائريين كيما انتوما. يعني اللي ماذا بينا كيما نقولوا شكون اللي يقبلها لاختو كيما نقولوا حنايا ولا يقبلها المراه تاعو تسمع هذو الصوالح. بارك الله فيكم. يعني على بالي الحمد لله احنا كاع ولاد فاميليا، مي كاين الناس الله يسترهم ما يديروش هذو الصوالح. بارك الله فيك. يعطيك الصحه اخي، حتى ما نطولش عليك. هناك يعني كيما انتوما دخلتوا في السوق البريطاني، والسوق البريطاني شويه صعب لكن تحملتوا الصعوبات الحمد لله. يعني ما هي امالكم وطموحاتكم المستقبليه؟ كيف وجدتم السوق؟ التنافسيه تكلمنا عليها، لكن يعني ربما مع التطور التكنولوجي هذا يعني واش راكم تشوفوا في المستقبل؟ احنا يا الحمد لله الطموحات تاعنا راهي كبيره. كما نقولوا بعد ما خرجنا الكارت هذه رانا كما نقولوا رانا نستناو باش نزيدوا كما نقولوا اوبشنات واحد اخرين للجزائريين. نعطي لكم مثال باذن الله ان شاء الله. كما يقولوا الجزائريين تاعنا يحبوا السيم كارد واللي يحبوا توب اوف في الموبايل تاعهم، هادوك راهم جايين ان شاء الله في سنه 2013، لان درسنا القضيه هذه وشفنا باللي الجزائريين تخرج عليهم القضيه هذه اللي هو ما يحبش كل دقيقه الكارطه هذه يروح يشريها، ماذا به تكون في جيبو يهدر بها ديريكت، نديروا له سيم كارد. هذا اذا قنعته وجبت وعجباته. بارك الله فيك. هو انا لشت لاكارت هذه مشات. لشت لاكارت هذه مشات، معناتها جواب ليا بانه الجاليه الجزائريه تستنى مني اكثر، خاطرش الكارطه هذه مشات دونك تمشي انا نوفر له حاجات واحد اخرين، خاطرش خلاص الزبون استمع ورضى تماك انا نحوس نجيب له احسن واحسن، كل مره نزيد له حاجه اللي تساعده. دوكا اللي راهي حاجه اللي جايه كيما احنا الجاليه الجزائري كان عندهم كونطرا مع لي زوبيراتور واحد اخرين، مع الموبايلز واحد اخرين هنا ثري ولا فودافون، هو ما كان حتى يروح يشري بيس واحده اخرى. احنا في الكونطرا تاعو هذيك في لابيس تاعو تاع فودافون ولا تاع ثري ولا واش تكون، احنا تماك اللي نبعثوا له التوب اوب، احنا تماك اللي نعمروا له. سما هو هذاك الموبايل تاعو ما كان يكون عنده دو بورتا في الجيب معمر بهم جملي هذه. ايه عنده بيس وحده تاع الكوب فيها رصيد اللي يعيط به للجزائر، تسمى ما كان لا يظل يبدل في لي بورتاب وما كان لا يظل الاخر. وكذلك حاجه اخرى باش ما كان لا يظل يخرج لي شوب تاعنيك، نديروا له ويب سايت اللي هو يدخل فيها يكون عنده اكونت خاص به
يعمر به من تم. ما نطولوش عليك يعني، يعطيكم الصحة، أنا شاركنا معكم وصورناكم، وحتى نكونوا يعني تكونوا مخلصين مع الزبون الجزائري. يعني ما هي آخر كلمة للزبون الجزائري والناس اللي تقنعهم بايشروا البطاقة تاعك هذا، واش تقول له؟ رسالة الجزائريين على عامة، أنا يا بصفتي راني مثل الشركة هذه، ماذا بي نسمع عليهم، سما يقولوا لي واش خصهم تساؤلات تاعهم، الفيدباك يعني. الفيدباك هذا كيفيدني باش نهضر مع الشركه هذه، باني راني كما نقولوا راني نضرب عليهم في الشركه هذه، سما راح ندير المجهود تاعي الماكسيموم تاعي باش نجيب لهم احسن واخير يعني سيرفيسز، يعني خدمات من الشركه هذه. انا اللي راح نوعدهم باللي راح نجيب لهم ذا بيست، الحاجه المخيره كاع في الشركه هذه راح نضرب عليهم باش يديروا لهم حاجه مليحه في الخدمات تاعهم غير الجزائريين باذن الله. سما واش نقول لكم اخواتنا، بارك الله فيكم على كل شيء، وماذا بينا نسمعوا من عندكم الفيدباك سما باش يفيدنا، والفيدباك تاعكم يعني سما الاسئله تاعكم ولا الاقتراحات تاعكم ولا التساؤلات تاعكم راح تفيدنا باش نحسنوا البرودكت يعني المنتوج، ونزيدوا ثاني نخرجوا لكم صوالح اللي يخرجوا عليكم سما متخصصة للجالية الجزائرية، سما كما نقولوا ما تبخلوش علينا بالاقتراح تاعكم. زي انا كي شد الكارطة تاعك شفت واحد اللوغو. نعم الاخصار. خمسينية الاستقلال او عيد الجزائر، وكان اللي يشوف هكذا يقول لك هذه تبع الحكومة مثال. بارك الله فيك. هذه بلادنا وعلم الجزائر، فهذه أسئلة تتقبل كل أسئلة اخي. يا خويا عيد الاستقلال راهو عنده علاقة تاعهم الشهداء اللي ضحاوا في كما نقولوا بالارواح تاعهم في سبيل استقلال الجزائر. ما شفناش اخير واحسن رساله تكون احسن من هذه، يعني عيد الاستقلال وتشريف للشهداء تاعنا، والكارطة هذه كي خرجت طاحت معها العيد الخمسين تاع الاستقلال. سما اللوغو هذا شملنا فيه احسن حاجه في الجزائر هما الشهداء تاعنا اللي جابوا لنا الاستقلال، بفضل الله اللي هما كما قالوا حاربوا باش يجيبوا الاستقلال، اللي رانا احنا متحرين ورانا جبنا افكار ورانا نمشوا في العالم والناس تسمع بينا الحمد لله. بارك الله فيكم. وش نقول لكم الجاليه الجزائريه، كل تمنياتنا لكم بالنجاح ان شاء الله لكل جزائري في الداخل ولا خارج الوطن. ماذا بينا كما نقولوا نشرفوكم وتشرفونا باذن الله، وكون دائما الاعلام تاعنا طالع بصفتنا كجزائريين. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم.